خوتي خواتاتي، ها واحد. السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم همزه كبيره، همزه دعيزها الكلام، شقه اربعه الغرف اذا بغيتو تعتبروهم غرف، او ثلاثه البيوت كبار وصالون وسيجو. هذا الابارتمون راه فيها 130 متر، بس في الايطاج الثاني. قريب لكم شرم ديفان، قريب لكم موظفين، الحي اللي راك هنايا قريبه لكم طريق الرباط، جات في الزوديه، بالضبط في الزوديه. هذه المنطقه اللي فيها الدور المستقلين راقيين وفيها حتى العمارات. هذه العماره هذه جبنا لكم هذا لابارتمون اللي فيها 130 متر والثمن جد 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 همزه، وخليكم تبعي معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الثمن المفاجاه ديال هذه الشقه هذه. هذا لابارتمون كيف ما قلت لكم صغير في الايطاج التالي، والعماره فيها غير ثلاثه ديال لي زيتاج، وكل ايطاج فيه غير اربعه ديال لابارتمون، يعني هذه ماشي منها السطح، ما كاينش السكان بزاف، وغير في الايطاج الثاني فيها 130 متر. باش نوريكم الصاله، هذه هي الدخله ديال الباب، هذوك هما الدروج ديال العماره، وهذه الدخله ديال لابارتمون. ها انتما كيف ما كتشوفوا الدخله اللي واسعه كبيره، تقدروا ديروا كونسوله، ديروا شي باز، شي حاجه هنايا اللي غادي تذوقوا بها الدخله الكبيره. وعندكم هنايا مع الدخله كتلقاو طواليت سيرفيس، كاينه طواليت برينسيبال اللي فيها الدوشا طواليت، وكاينه هذه طواليت سيرفيس الخاصه بهذا لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم كبيره وواسعه، وجوج الواجهات بجبيهم على الزنقه، ما عندكش الواجهه نهائيا وسط العماره. اي فوا كتدخلوا كتلقاو هذا السيجور هذا اللي يقدر يجيكم شي كانابي داير شي، مهم اولا سداده دايرين هنايا مع التلفازه، اولا تعملوا طابلا مونجي هنايا، يعني على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يفرش هاد السيجور هذا اللي كيدخل هذا البيت. تقدروا تعتبروه صالون، هذا صالون او سيجور ديالو السيده كانت قسماتو، اولا كيف ما عملت السيده خلاتو شومبر كبير، المساحه ديالو هي هادي، هو كيطل على الشارع. ابارتمون اللي مشمسه نهار كامل، ضاويه نهار كامل، داخلها شميسه، وهانتوما كتشوفوا واخا دابا الجو مغيب، وشوفوا على ضوء داخل لكم وسط لا شومبر ديالكم، الشومبر اللي كبيره تبارك الله وواسعه، وحتى الا عملتوها صاله راه غتجيكم دايره بستاتر وكتاره، وتقدروا تعملوا هنايا صالون ومع الدخله سيجو، اولا اذا ما كنتوش اصلا باغيين الصالون غادي تعملوا هذه هي الشومبر الرابعه. ابارتمون اللي كبيره وواسعه، يعني والثمن ديالها جد جد همزه، راه قل من الثمن اللي كاينين به لي زابارتمون هنايا. من بعد ما شفنا الصالون سيجو، هي اللي مولات لابارتمون هي اللي قررت انها تفرق ما بين الصالون، هو كان صالون واحد، هي اللي قررت انها تفرق بينه بهذا الزاج هذا والخشب، باش كيبقى هكا حتى الا بغيتي تعمليه شومبر اولا الا بغيتي تعمليه الصالون اللي كيجي بالباب. من بعد ما شفنا الصالون سيجو الدخله ديال الدار، غادي ندخلوا دابا لابارتي الثانيه. لابارتي الثانيه ديال هاد الدار هادي، هانتوما شفتوا هادي غير لابارتي الاولى، لابارتي الثانيه راها كبر وكبر وفيها دي بياس اكثر من لابارتي الاولانيه. يعني فوا كتدخلوا مع هاد الباب كتلقاو ابارتمون اخرى عندكم وسط لابارتمون ديالكم. هذا راه تبارك الله راه سيجور كبير اللي جامع ما بين الحمام، البيوت النعاس، الكوزينه، وكي يعني المساحه ديالو كبيره، راه يقدر مثلا اذا ما بغيتوش ديروا هذاك سيجور وتخليوه كامل صالون، راه هنايا يمكن لكم تعملوا السيجو الخاص بلابارتمون ديالكم، اولا تعملوا كانابي مع طابلا مونجي بحكم انه كيبقى قريب للكوزينه، على حسب كل واحد وكيفاش غادي يستغل هذه المساحه الكبيره اللي تبارك الله انا جاني صالون ثاني هنايا، على حسب نتوما كيفاش غادي تبغوا تفرشوا وكيفاش الصاله غادي تعملوا له. دابا ندخلوا مباشره نشوفوا البيوت النعاس، عاد نرجع لكم للكوزينه. عندك هذا الباب هذا راه كيفصل ما بين جوج البيوت ديال النعاس، هو نورمالمون كان شومبر وحده، حق مولات لابارتمون اختارت انها الشومبر حيت كبيره فرقاتها ودارت جوج ديال البيوت ديال النعاس في هذا الاسباس هذا. هنايا ان فوا كتدخلوا عندكم هنايا بلاكار، ديجا راه كاين بلاكار غير هو مسدود مع الدخله ديال الكولوار، وعندكم هذا الكولوار هذا الكبير اللي كيف ما كتشوفوا هذه هي الاصلاحات هذه هي الصباغه اللي كاينه في لابارتمون، وعملات طاقه اللي كتطلل على هاد الكولوار هذا، وكاين عاود طاقه اخرى اللي كتطلل على الزنقه. دابا غادي ندخلوا نخليكم نتوما الاولى تشوفوا المساحه ديال البيت النعاس الاولاني اللي تقدروا تعملوه دريسينغ، تعملوه بيت نعاس اذا عندكم وليدات بزاف، على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يفرش الدار ديالو وكيفاش غادي يبغي يستغل لي بياس اللي فيها. هي ابارتمون صراحه الله كبيره، وفيها بزاف الافكار وفيها بزاف ديال افكار ديال الديكوراسيون ديال انك
استغلها، تزيد تفتح او تخليها هكا من بعدك ما تزيد فيها، من غير كل واحد الذوق ديالو كيفاش غادي يبغي يصبغ البيت ديالو. عندك هنا لا شومبر الثانيه اللي حتى هي كبيره تبارك الله وواسعه، وكتطل على الزنقه مباشره، يعني ما عندكش نهائيا شي اطلاله على وسط العماره. مساحه كبيره، والثمن ديالها جي خمسه، جات في الزوديه، قريبه لكم الموظفين، قريبه مبروكه، قريبه للديبان، قريبه للشارع ديال طريق الرباط اللي بحكم ديالو قريب للرون بوان ديال المكاله، قريب للشارع مولاي اسماعيل، وكتبقى قريبه للمدينه. يعني هاد الاماكن هادو اللي كنقول لك راك تمشي ليهم غير على رجليك. وهنا منطقه سكنيه اللي عامره بديل المستقلين ديال الناس اللي في الخارج او اللي ساكنين هنايا، كاينين عمارات جميع المرافق العموميه والخصوصيه كاينين هنايا، حتى المدارس راه كاينين هنا يمشيو ليهم وليداتكم غير على رجليهم. وحتى اذا بغيتو تعملوها كاستثمار للكرة، هنا الصومة الكرائية هنايا راه جد جد مرتفعة، يعني بحكم ان المساحة ديالها 130 متر راه غادي تدخل لكم الفلوس. دابا غادي نمشيو لا شومبر الثالثة اللي عندنا، اللي حتى هي شومبر كبيرة تبارك الله وفيها البالكون الخاص بها. شومبر اللي هذه المساحة ديالو هي هذه، راه هي اما تقدر تجيكم فيها كاما دوبل بالحجم الكبير، بالكوكيتات ديالها، بلا كوموند ديالها، يعني كيف ما كتشوفوا واخا دابا الشتوى وبحق الشميسه راه كتدخلكم حسن وسط البيوت ديالكم وسط الصالون. الشومبر اللي هي كبيره كتخرج للبالكون، عندها طاقه، يعني غير شومبر راه شوكه، عندها طاقه لهاد الزنقه وعندها البالكون زنقه اخرى. عندها الماريو ديالها ديال جوج البيبان السده ديالو، يعني ابارتمون اللي المساحه ديالها كبيره وعندكم ما تعملوا فيها وآرامة تبدعوا فيها. صراحة الله مساحة معتبرة كافية للاستغلال 100%، صالحة للسكن 200%، والكرة والاستثمار 300%، يعني شنو ما بغيتو ديروا بهاد لابارتمون راه غادي تربحوا فيها. دابا غادي نمشيو باش نشوفو باقي لنا الكوزينة والحمام الثاني ديال هاد لابارتمون. ندخلو هو الاول الحمام، نشوفوه كيف ما كتشوفو هاد الدوسوعية هادي وهاد الدخلة ديال السيجور الثاني راها كبيرة، يعني راه عندكم ما تستغلو فيها. هنا غادي نوريكم الحمام الثاني، عندكم الطواليت الثانية فيها الدوشة، فيها البانيو ديال الحمام اللي فيه هاد النوعية هادي ديال الزليج، وعاد كاين لافابو تواليت البيدي. الحمام اللي كافي للاستغلال، المساحة ديالو كبيرة والمساحة ديال لابارتمون معتبرة، كل حاجة عطاوها الحق ديالها المساحة ديالها، يعني ما داروش دوك البيوت صغارين وداك الحمام صغير، صراحة الله خلاو كل حاجة خروجية وواسعة. وهنا عندكم الكوزينة اللي فيها البالكون الثاني، يعني هاد لابارتمون فيها جوج البالكونات، فيها جوج الواجهات وجات غير في الطابق الثاني. المساحة ديال الكوزينه ديالنا هي هذه كيف ما كتشوفوا، جات دايره بلورنيه، وعاد عندكم البالكون اللي الباب ديال البالكون. من هذه الاتجاهات انا اخترت انها تعمل لورنيه دايره بالكوزينه كامله، خلات الموطع ديال لافابو في هذه الاتجاه هذا، وعاد اخترت انها دير الموطع ديال الطياب في جهه اخرى. الكوزينه اللي اخترت انها دير ليها زنديج غير حتى النص، ودارت ليها الطاقه اللي كتخرج يا اما وسط الدار او لا عندك هنايا طاقه مع الباب ديال البالكون، اللي بالكون صراحه الله كبير وواسع، تقدروا تستغلوا وتعملوا فيه مكنه ديال التصوير، تقدروا مثلا اذا بغيتوا تسدوه وتزيدوه مساحه الكوزينه. وخا صراحه الله الكوزينه راه المساحه ديالها كافيه للاستغلال، وانتم كيف ما كتشوفوا مره غادي تمشى بحريه في الكوزينه ديالها، راه كاين مساحه ما بين لورنيه ولورنيه. من بعد ما شفنا الكوزينه غادي نفكركم في الموقع وغنعطيكم الثمن المفاجأة ديال هاد الشقة هادي. الموقع ديال هاد الشقة الكبيرة العائلية في جات في الزودية. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش الزودية فين جات، راها جات قريبة الموظفين، قريبة لبني مكادة، قريبة شرب النيبان، قريبة لطريق الرباط، وقريبة جميع المرافق العمومية والخصوصية، يعني وليداتكم ما عمركم تخافوا عليها. إذا جيتو في الصيفية راه كتبقى قريبة ليكم للمدينة. فيها 130 متر، جات في الطابق الثاني، العمارة فيها غير ثلاثة ديال لي زيتاج، يعني معاكم شي حتى السكان بزاف. ثمن المفاجأة ديال هاد الشقة هادي هو 89 مليون فقط. ايه كيف ما سمعتوني، 130 متر قريبة للمدينة غير 89 مليون، فسارعوا للاتصال حيت هادي إيه غنحطوها. راه بزاف الناس كانوا موصين على لي زابارتمون موظفين
وفي الزوجية، فهاد لابارتمون جات بناء على الطلب ديالكم. ثمن الدرهم ديال هاد الشقة هو 890,000 درهم مغربي. فإذا عجبتكم سارعوا للاتصال بنا، هذا الرقم اللي كاين على الشاشة، عطيونا هذا الرقم اللي بالأحمر باش نعرفوكم. بغيتوا معلومات على هاد الشقة هذه، تجيو تشوفوها وتاخذوها على شلة. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. اذا كانت عندكم شي شقة صغيرة في المدينة، 70 متر 60 متر 50 متر، تواصلوا معنا، راه الشاري كاين. بزاف الناس كيطلبونا على الشقق اللي في وسط المدينة بهاد المساحة هذه الصغيرة. نتوما غير تواصلوا معنا، نجيو نعرضوا البرودوي ديالكم والشهري راه عندنا ان شاء الله. خوتي وخواتاتي، الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، تتعملوا الدور ديالكم، يفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.